مساكم الله بالخير، انتشرت هذه الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي ويقولون أنها لحجرة حفصة رضي الله عنها وأنها لم تغلق من 1400 سنة هذه النافذة، والكلام كله غير صحيح. احنا الحين مع الباحث الشيخ فايز الفايز يعطينا الخبر الصحيح. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بالنسبة للموقع والكلام هذا فيه خلط بالأمور. أولا أن هذا الموقع ليست حجرة حفصة رضي الله عنها. موقع حجرة حفصة رضي الله عنها الحقيقي والصحيح أنه داخل جزء منها داخل الشوك من جهة القبلة والجزء خارج، فكانت بينه وبين حجرة حفصة حجرة عائشة رضي الله عنهما كان هناك استطراق طريق بينهم وكان يتهادون رضوان الله عليهم جميعا. فالموقع هذا كان منزل لامرأة من الأنصار، وكان بلال رضي الله عنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد فوق هذا المنزل للأذان الفجر، ثم اشتروا آل عمر رضي الله عنه هذا المنزل، فبقي هذا الموقع يسمى بيت آل عمر بيت العشرة، فبقي هذا إلى عهد الوليد وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. ففي توسعة الوليد وعمر بن عبد العزيز طلبوا أن يكون هناك توسعة من الجهة هذه، فطلب منهم عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن يكون لهم طريق للمنزل، فوافقوا فأرادوا أن يعطوه الثمن، قال أنتم وشأنكم لا نريد، وإنما نريد طريقا للمنزل، فجعل له طريق سرداب ممر نفق من تحت الأرض يخرج له المسجد من هذا الموقع، وكان هذا الموقع ليست نافذة وإنما باب. ثم بعد ذلك بقي هذا السرداب للعهد المملوكي، فوقف في ذاك الوقت السلطان المملوكي النصر أشرف قعيتباي على هذا الموقع، ومعه رحمه الله الشيخ السمهودي المتوفى 911 هجرية مؤرخ المدينة، فشاهدوا هذا الموقع، فطلب السلطان المملوكي ردم هذا الموقع ودفنه، فدفن هذا السرداب، وبقي العهد بعد ذلك في العهد العثماني بعد السلطان عبد المجيد رحمه الله عام 1277. هذه الموقع استبدل بدال الباب نافذة، وكانت النافذة مطلة على الشارع ليس داخل المسجد،